حلقة جديدة من أعمال إيديا. زي ما تعودنا وصفاتنا حلوة جدا، هعمل معاكم النهاردة وصفة الرز بالكاري بطريقة لذيذة جدا وسهلة، وهعمل كمان شوربة المكرونة الجديدة. تعالوا نشوف مع بعض إيه هي وصفتنا. أول وصفة هي الرز بالكاري. تعالوا نشوف مع بعض إيه المقادير. عندي الرز هيكون رز بسمتي غسلاه كويس، عندي الزبدة، عندي كمان حبهان ومستكة كركم وكاري، عندي الكاجو، ملح وفلفل وبقدونس والفلفل الحار الأحمر، بصل أخضر وكوباية بسلة. تعالوا نشوف أول حاجة هعملها. هجيب الحلة بتاعتي، يلا بينا. هجيب شوية من الزبدة كده، كده وإيه، شوية زيت اهو. اول حاجه بعملها ان انا بسيح المستكه بتاعتي في الماده الدهنيه اهو، 3 4 وحدات، وبرده 3 4 حبهان. هجيب بقى الكركم والكاري. اهم حاجه عندي ان انا الكركم والكاري ادوبهم في الماده الدهنيه برده، علشان مش عايزاهم يكلكعوا او تحسوا بطعم باودر في بقكم مع الرز اهو. اسيح بس الايه، الزبده بتاعتي. طبعا ريحه المستكه مع الحبهان لوحدها خطيره اهو كده. يا سلام يا سلام، نعمل رز اصفر بالكاري تحفه. لو عايزين نعمله رز اصفر بس من غير الكاري، هنعمل نفس الحاجه بالظبط بس من غير الايه، الباودر بتاع الكاري بتاعنا. عايزين الطعم بتاع الكاري يكون باين وحلو، يبقى هنمشي بنفس الخطوات اهو. هجيب هنا معلقتين من الكركم ومعلقتين صغيرين من الكاري، والاول بقى ايه، بحطهم كده زي ما احنا شايفين، شايفين كده اهو، مع الزيت والزبدة. بجيب الرز بتاعي البسمتي، أنا غسلاه أهو، والرز البسمتي لما بنغسله بيضيع كده ويطير ريحة بتضايق الواحد، فدايما اديله شطفة خفيفة كده. يلا هنحطه كده. الشطفة دي بتغير طعم بيضايق. يلا نقلب بقى تقليبة. بصوا بقى التقليبة الحلوة بتاعتي اهو كده. هحط معاه بصل اخضر. الخضره بقى الحلوه دي محدش ايه يستغنى عنها، والبسله، كوبايه من البسله، واللي عايز يشطشطه شويه هيحط الفلفل اللي هو الحار ده، اللي بيحب الحاجه تكون مشطشطه شويه. بعدين هديله رشه بسيطه من الفلفل، وعلى حسب انا عامله كام كوبايه هحط الملح بتاعي. يعني على حسب انتوا مثلا عاملين كوبايه رز مع الكاري، خلي بالكم الكاري بيحدق شويه، فهحط معلقه الا ربع صغيره من الملح. عامله كوبايتين هشيل مقدار ربع من كل معلقه اهو كده. يا سلام يا سلام على ايه، جمال الرز بالكاري وريحته الحلوه، وبعدين نكهه جديده احنا نعملها مع بعض تكون مختلفه. بصوا الجمال، الله 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 اهو كده. انا قلبته، انا عايزاه ايه، ياخد تشويحه. التشويحه دي بتفرق جدا معايا في طعمه وفي السوى كمان. يلا بينا، هجيب بقى الميه الايه، مية سخنة، وأقوم نازلة على طول علشان يستوي. شوفوا 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 الجمال والحلاوة أهو كده. وهسيبه ياخد الغلوة الحلوة بتاعته.
تعالوا بقى نعمل مع بعض تحميصة خفيفة للكاجو بتاعنا. تعالوا ناخد دي، يلا هحطه بقى على نار هادية واسيبه يستوي خالص. وهنا هعمل ايه؟ هحط شوية زيت كده، واجيب الكاجو بتاعي ايه احمصه علشان احطه على الوش في التقديم. تعالوا بقى على ما احمص الكاجو والرز بتاعي ياخد السوى اللي احنا عايزينه، نطلع الفاصل بتاعنا نرجع لكم، تكون يكون الرز استوى والكاجو اتحمص، وكمان اجيب معاكم الوصفه التانيه حلوه جدا استنوها، وصفه شوربه المكرونه مختلفه وحلوه جدا، استنونا. ورجعنا لكم بعد الفاصل، تعالوا بقى نحط الكاجو بتاعنا اللي حمصناه على الرز بالكاري. بصوا بقى الرز طالع جميل ازاي، ولما بيتحط عليه الكاجو المحمص بيبقى روعة، طعمه بيكون جميل جدا جدا جدا، وفيري فيري ريتش، حاجة غنية، أكلة غنية ومعمولة بطريقة لذيذة وطعم جميل. وتغيير أهم حاجة يا جماعة، التغيير، عاملين رز بس بافتكاسة بسيطة غيرنا شكله وطعمه ولونه. تعالوا بقى نشوف هعمل معاكم ايه دلوقتي. هنعمل أكلة لذيذة جدا سهلة وسريعة بس مختلفة شوية، وهي شوربة المكرونة. هنعملها بطريقة لذيذة، مقاديرها حلوة في الجو ده كمان بقى تدفينا، لذيذة قوي. تعالوا نشوف مقاديري. عندي هنا مكرونة اللي هي الشرايط العريضة، هكون مقطعاها بالشكل ده، بصوا بنقطعها صغير كده علشان اقدر ان انا احطها مع الشوربة وتبقى سهلة في الاكل. مكرونة شرايط وبقطعها التقطيعة دي. عندي كريمة الطهي، مرقة الخضروات اللي هي الشوربة، عندي صدور الفراخ المخلي المسلوق اهي، عندنا كمان الكرفس، التوم، عدس اسود مسلوق، العدس ده حبيب الشتا بتاعنا، والنشا مع البقدونس. تعالوا نشوف اول حاجة انا هعملها دلوقتي، هي هجيب الحلة بتاعتي هحط فيها شوية زيت. أنا بكون مسخنة الحلة علشان تاخد إيه أهو كده، هحط فيها شوية زيت أهو، الحاجة تنزل فيها تلاقوا إيه. هحط الكرفس بتاعي، أيوة أهو، والخضرة الجميلة وهحط الثوم، معلقه من الثوم، معلقه صغيره، وايه بنقلب بقى تقليبه حلوه، وبقوم منزله العدس بتاعي ياخد تشويحه حلوه كده، بصوا الجمال والحلاوه، الله الله الله. طبعا عايزه اقول لكم طعمها بيكون قد ايه جميل. وهجيب المكرونة بتاعتي وهنزلها تاخد برضو تشويحة، دي من الشرب اللي هي كأنها ايه طبق كامل متكامل، انا مش محتاجة اعمل معاه حاجة خالص خالص خالص. ولو انا فيجيتيريان، لو الناس بقى حبايبي النباتيين، طبعا انا اكلي لحوم البشر عادي باكل كل حاجة، بس النباتيين بقى ايه هيعملوها كده من غير الفراخ، بس انا عاملة لكم دي اكلة من الاخر، كله ايه ياكل صوابعه وراه. هنزل بقى معاها الشوربه بتاعتي اهو كده اهو، شوفوا بقى الجمال والحلاوه كده، تاخد غلوتين مع الكريمه كده، كوبايه من الكريمه مع الشوربه بتاعتي اهو كده. وايه تعالوا بقى نقطع، خلي بالكم كل حاجه مستويه، يعني انا سلقه المكرونه وسلقه العدس وسلقه الفراخ، يعني الحاجه مستويه، انا بس بديها تشويحه حلوه وايه ونظبط الطعم بتاعها مع بعض. يلا تعالوا بقى نقطع مع بعض صدور الفراخ، يلا بينا اهو كده. وفي كمان اللي بيحبوا ينسروا الفراخ، فعندي يا اما نقطعها او ننسرها
بتطلع حلوة جدا في الحالتين. أنا بقطعها زي مكعبات كده، دي بتدي طعم جميل قوي 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 للأكل. أنا عملت إيه؟ جبت الزيت، حطيت معاه الكرفس، حطيت الثوم، حطيت الخضرة الجميلة وشوحتهم تشويحة سريعة. بعدين حطيت العدس الأسود المسلوق برضو أخد تشويحة سريعة. حطيت بعد كده المكرونة، مكرونة شرايط، ومقطعينها إزاي؟ مقطعينها حتت صغيرة أكبر سنة من الشعرية. وبعدين برضو اتشوحت معاها، نزلت عليها شوربة الخضار بتاعتي، وبعد كده حطيت الكريمة. هنزل بقى هنا كده اهو الفراخ بتاعتي نزلت كده. الشوربة عندي جاهزة، بصوا الجمال والحلاوة، شوربة جميلة جدا جدا جدا. لو انا عايزه اتقلها شويه هزود النشا، بس انا شايفه ان بصوا كده مش محتاجه ان انا اتقلها خالص، بالعكس انا بس اللي ممكن اعمله ان انا هديها رشه من الملح كده والفلفل، ونقدم بقى جنبها الليمون بتاعنا، ونحط معاها ايه العيش كده. انا مش محتاجه حقيقي اعمل معاها اي حاجه، عاملين الشوربه معاها المكرونه معاها العدس معاها الفراخ، حلوة وإيه كاملة ومتكاملة. يلا هبدأ بقى هنا هشيل كل الحاجات دي واجيب طبق التقديم بتاعي. يلا بينا كده، ونجيب الشوربة الحلوة بتاعتنا ونقدمها على طول. يلا بينا، بسم الله، يلا بينا. شوفوا بقى الجمال والحلاوة بتاعة طبق الشوربة الكامل المتكامل بتاعنا. عندي طبق شوربة حلو جدا جدا جدا، تقدمته لذيذة سهلة، وعملناه مع بعض بطريقة سريعة وحلوة. عملنا مع بعض النهاردة ايه؟ عملنا اول وصفة كانت الرز، رز بسمتي بالكاري لونه أصفر جميل جدا معاه الخضار ومشطشط كده وحلو، والكاجو المحمص على الوش. وعملنا كمان مع بعض شوربة لذيذة جدا، شوربة العدس بالمكرونة مع الكريمة، وفيها كمان الفراخ المسلوقة. أتمنى تكون وصفات سهلة سريعة، جربوها، ودايما ابعتولي على صفحة البرنامج عمايل إيديا على فيسبوك، سي بي سي سفرة على إنستغرام، واستنوني في حلقة جديدة من عمايل إيديا. Thank you.